طيب الدياجنوستيك لمبر بنكشر كانت اوت دياجنوستيك ممكن نشوف ال ونعمل ليها شنو عشان نشوف الاوليجو كنول البادي باند encephalitis tani other diseases that can be diagnosed by lumbar puncture Guillain-Barré syndrome اليوم سموه الاسم الثاني لا شو Guillain-Barré most infectious poly البيشن بتاع Guillain-Barré بيقول ايه paralysis ascending paralysis طيب الدياجنوز بنعمل lumbar puncture ونشوف الريشو بتاعت السيل وذا بروتين طيب في الجيليمباري بيكون عندهم كاركترستيك بيحصل بيومين سيل ديسوشيشن دايما البروتين في السي اس اف البروتين والسيلز بيمشوا مع بعض من يعرف الاثنين بيزيدوا اما في الجيليمباري البروتين بيزيد زياده عاليه جدا اوكي اما السيلز بتزيد لكن ما بروبورشنات الزياده في السيلز عشان كده بيحصل بروتين سيل ديسوشيشن فيري هاي بروتين اوكي طيب ثاني اظهر ديزيز غير الجيليمباري والمنينجيتس صبرك يا مرتي يا ريتش صح وهنا بنرجع تبطي تبطي سي اس اف طيب ثاني دايجنوز اظهر دايجنوستيك انديكيشن الليوكيميا هل عنده الرول؟ هي الاكيوت لينفوسايتيك ايوه بنعمل ليها لمبر بانكشر متاسسس مش هنشوف هل في سي ان اس انفولفمنت او ايه صح نلقى بلاس بلاس سيل في سي اس اف لو بجيب بلاس سيل في سي اس اف معناه ان حصل سي ان اس انفولفمنت طيب ثاني هنا ظهرت دايجنوستيك انديكيشن For diagnosis of benign intracranial hypertension. صح. اللي هو بسموه سودو تيومر. سيربرال. طبعا. لما بنشر الستاند اوت اذا هو سودو تيومر سيربرال. لما نقيس البريشر بتلقى انه هاي اوبننج بريشر. طيب هل الثيرابيوتيك انديكيشن زي ايه؟ انديكيشن انتي بيوتيك. اكسكيوز الانتراكرينال بريشر. ايوه في التريتمنت بتاع نفس الكونديشن البنايم تراكرينال هايبرتنشن المانجمنت بتاع انه بتعمل سيريال لمبر بنكشر تو ريموف بارت اوف ذا سي اس اف ده واحد ثاني في الليوكيميا برضه كيموثيرابي قلنا فيهم هو التراتيكال ميثوتريكسات ده اور سي ان اس بروفلاكسس ممكن تدي قبل ما يحصل
involvement as a prophylaxis او لو حصل ال CNS involvement الدرس عليه. طيب تاني في أصل therapeutic indication باللمبر بانشر الانستيزيا. ايوه spinal anesthesia نعمل لمبر بانشر ونعمل to get the anesthetic material. اوكي يبقى دي ال therapeutic. طيب ال how to perform the steps and how to perform طبعا you have to communicate with the patient, with the parents about the initiation. And that to take the written consent. Right. بعد ما to explain the procedure, right. To explain the procedure for the parents and to take a written consent. طيب. But that to be sure of the instrument that we need. طيب بنحتاج إيه instrument؟ جدا. نقول النجاسيمة إنه for sterilization نحتاج إيش؟ البيتادين. أيودين. إيه. سيرايلز. روفيداين اسمه روفيداين أيودين. سيرايلز. داني. الغلافز والحياة البوبيدون ايوناين والتشاش وبتحتاج لأرتري فورسبس بتمسك بيور تشاش بتعمل الاسترولايزيشن. طيب بالنسبة للأنستيزيا اللي محتاج ممكن استعمل ايزر سبراي لوكال انستيتيك سبراي او ليدوكين انجكشن. اوكي ده بالنسبة لحاجات الانستيزيا. طيب بالنسبة للانسترومنت بتاعت البروسيجر النيدل. النيدل اللي هي السباينال نيدل في الأصل بتكون موجود في السكيلا بيجهزوا علينا وكده طويلة بيشتغلوا بها. أما في البيدياتريك ممكن نشتغل نحتاج لنيدل عادية اللي هو 22 المقاس بتاعته 22 جوتش نيدل أو بالكانيولا. طيب مقاس كانيولا مقاس 22 أوكي في الأصل سباينال نيدل. النيدل بتتكون من تو باكس زي او زي الثاني اللي هذا اللي هو اكسترنال اند انترنال باك. طبعا الغطاء بيتكون من جزء داخل المعدني هذا بنسميه تراكر. اوكي تراكر تراكر ودي الثاني دي الثاني اللي بيكون بلاستيك. اوكي عن جزء تراكا حقت الأضل الاثنين معدنيات الداخلي والخارجي معدن. السباينال نيدل الطويلة دي تعمل لها للأضل التو باكس ار ميتاليك. أما دي واحدة بلاستيك واحدة ميتاليك التراكا دي الكاريو. طيب تاني نحتاج كولكشن كونتينرز. الكونتينرز كم؟ 4 كونتينرز نحتاج 4 كونتينرز تكولكت السي اس اف. ثاني نحتاج لها أجهزة بلاصر بعد عشان تقفل بها. اوكي وبنحتاج لها مانوميتر تو ميجر ذا اوبننج بريشر فور ذا سي اس اف مانوميتر. اوكي طيب بعد ما تاكدنا من كل الادوات في موجوده الخطوه اللي بعديها ايوه اسبتك تكتيك بوزيشنينج اوف ذا بيشنت. لو كان اضغط يكون sitting أيوة sitting leaning flexing his arm like this the position كيف تضغط أنت تيجي بالمرة تعمل بانش. أوكي طيب البيدي أدرك لو كان ينفل بيرد على left صحيح وبيكون عندك لازم في الأطفال لازم يكون معك مساعد لازم يساعد لازم يساعد تيجي تطعم طوال هيجيب يده يجيب يبقى حيكون في اللاترال ليفت لاترال المساعد بتاعك بيقوم يعمل لك فليكشن اللور ليمبس لايك ذيس تكون فليكس تشيل شنو السبايس تكون واضحه
وفليكشن للهيد يبقى بوزيشن لاين بعد ذيس وفليكشن يثبتوا لك كده المساعد يثبتوا لك اوكي طيب بعده الاسبت تنتين اليو ار مارك لا قبل الاسبت نعمل مارك للسايت اوف ذا بانشر طيب وين بنعمل البانشر على الليفل الي كريست يعني بيجي ال 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 4 وال 5 ال 3 ال 4 او ال 4 ال 5 ليه ما نعمل بين ان وال عشان مش فاهم تو اوي ذا انجري اوف ذا سبايدر كورد اللي بينتهي بين ال 1 وال 2 يبقى هنا هنعملها بين ال 3 L4 أو L4 L5 so as not to injure the spinal cord. أيوة. طيب كيف نعمل نحدد الأريا بتاعة البنكشر؟ أول شيء نشوف الإلي كريست. أيوة. البيش بيكون راجل لا يزيد. تحط يدنا كده في الإلي كريست. صباع هذا. إيه. الإندكس بتحطه في الإلي كريست. By the sum, that is the cut to draw marginal line joining the two area crest. That was the cut. Right. The cut will be between L2 L3. Okay. You don't have to make the cut. You'll go to the. Yeah. 4-5. The space at the top here. The L3 L4 or the next one L4 L5. You'll go the way, guys. Like this. حط الاندكس فينجر هنا على اليدك كده سلام وهذا وبعدك بالصم يدور لاين اللاين ده كله بيجي في ال2 ال3 انت ما بتعمل فيهم في السبيس دي بتمشي السبيس اللي بعدها اوكي يبقى كده حددنا سايت اوف ايه بانشر طيب بعده ايه سبتك تكني ايوه نعمل السيرلايزيشن اللي هي الطريقه بتاخد الشاشه طبعا بعد ما انت تغسل يدك نظيف وتلبس الاستيرايل جلوف تشيل الشاش تمسكه بالارتري فورسبس تحطه في الكوفيدين واليدين وبعد ذلك تبدا فروم ذا سنتر توب تورا تبدا فروم ذا سنتر تو ذا بريفيري نعملها ثلاث مرات تنظف ثلاث مرات عملتها تفك الشاشه تجيب شاشه جديده تعملها في الكوفيدين واليدين تبدا سنتري او تو جو بريفيري اوكي يبقى دي الخطوة بتاعت الاستيرلايزيشن طيب اللي بعديها اللي هي لوكال اللودوكين اللي هو ممكن باي سبراي او باي انجكشن السايت اللي هتعمل فيها البنشر تعمل انفلتريشن ويز لوكال انستيزيا اللي هو اللودوكين طيب خلاص عملنا الانفلتريشن نعمل ايه بعده انتروداكشن اوف تروكر ايوه بعدها المساعد بتاعك هي اللي ثبت لك الطفل كده يده ذاته تكون مثبته على الاندس الباك يكون ارش ده بيكون ماسكه كده اوكي انت بعدها بتيجي تاني تحدد طبعا بعد ما عقبته بتجيب الفلستريتد بليب تغطي بيه الباك الفيلد وتخلي بس محل البنشر بعد عقبته اوكي بعدها المساعد يثبته هيك كويس انت بتجي الطريقه كيف الربط بتاع البنشر بتجيب الليدل بعد ما خطيت يدك تاني في المره الثانيه في الليدل كريست طبعا بتكون لابسه بالوقت كده ونزلت حددت مشيت السبيس اللي بعديها تقول خلاص حددت هنا حطيت يدك في المحل اللي بتعمل فيه الليدل بتجيبها مايل ما بتخش استريت لانه لو ملاحظين السباينز بتكون في الظهر مايله كده اي صح اوكي انت لو جبتها ستريت طوال هتمشي في التدور في السبايل بتاعك يبدا النيدل بيجيبه مايل توورز ذا لاينز من هنا تمايلها قبل ما تخش تحطها مايل توورز كيفاليكا توورز ذا هيد او توورز ذا لاينز لاينز حطيتها في السبيس بعد ما تدخل دخلت تلقى ريزيستنت شويه لوز اوف ريزيستنس الاراكينويد متى تلقى ريزيستنت لما تمشي اول لما تدخل نيدل في الساباراكينويد سبيس يو لوز بيظهر لك هنا بيظهر هنا في الجانب في المحل بيجي يطلع بيجي هنا ظهر السي اس معناه يو ار انسايد
الصبرة كيلوايت سبيس طوالي. أول ما تظهر السياسة تطلع كما تعمل إنجل كده تطلع الدراكن والكان اللي أنت تديها شنو تمشي على جوا شنو طوالي السياسة بيجيك دريبل. طيب نشوف إيه في السياسة تربل. طيب what is the normal color؟ كافية. It is a crystal clear colorless. Crystal clear colorless fluid. طيب إذا كان في مننجاتس أنا لقى. تربت. تربت معكر. تلقاه معكر. تربت. Due to the high content of substance. بس. طيب نلاحظ إن الكلر بتاعه لو في صبرة كنوز بس منه بيكون بلودي. طيب ال. بعدين نقيس البريشر باي اتاتشين مانوميتر. المانوميتر بيكون قاعد في الانسترومنت اللي جهزته انت بتيجي تعمل له اتاتش تركبه كده وهو بيجي على حاله كده يعني جاي لافه كده بيركب هنا في الفتحه بتاعت الثانيه. اوكي بعدها السي اس اف بيطلع والمانوميتر بيدرج ب سنتيمتر اوف ووتر. طيب وات از ذا نورمال اوبننج اوف ذا سي اس اف اوبننج بريشر؟ 100 لا بل سنتيمتر اوف ووتر من 8 ل 20 سنتيمتر اوف ووتر. This is the normal opening pressure. وبنقول increase اذا كان more than 25 this is increase او بيسموه under tension. CSF is under tension اذا كان CSF طلع عليك لحد more than في المدرجة كده more than 25 سنتيمتر. This is under tension. طيب لو ما في مانوميتر كيف نعرف under tension؟ حسب الدريبس نفسه إذا كان. أيوة بالضبط. النورمال سي اس اف will come drop by drop. أما لو if it make stream معناه this is under tension. لو عمل لك يوم stream معناه under tension. طيب بعدين نجيب الكونتينرز ناخد في كل كونتينر 1 ميل. اللي هناخد فورمال لو اضرب تقريبا كم؟ الميل فيه 15 دروب تحسيب عليه 15 15 دروب بعدك تديها للاسيستنت يكفي له يحطها ويتعلي لحد ما تكون لها ذا فور ميلز. Each container you have to collect 1 ميل او 15 دروب. خلاص خلصت بعدها بتجيب الشاشه تحطها هنا تضغط تسحب تطلع الكاني او لو انقضت ضمن الاسبايرين نضرب وتضغط وتقفل به بلاستر كده انت انتهيت من collecting the CSF. طيب what are the complications that can occur؟ ايوه infection if ما عملت well sterilization you can introduce infection and this can lead to meningitis. High tension. ايوه. Injury to the nerve or the spinal cord. Bleeding. Bleeding اذا كان البيشن عنده bleeding disorder. لو عنده increase intracranial pressure وانت جيت عملت ايوه بيحصل لك برين وانت ساعه تعمل اللمبر برشر تاخد جزء ومن فوق البيشن عنده انكريز انتراكيل بريشر. This will push the brain down والبرين ستيم بيجي يتضغط وين في الفورامين. معروف انه البرين ستيم فيه كل الفايتر سايد سنترز فيه ريسبيراتري سنترز كارديو فاسكولار سنترز عشان كده ممكن البيشن يحصل له كارديو ريسبيراتري ارست او تيرو. Therefore you have to be sure in the patient قبل ما before performing the lumbar puncture تتأكد to exclude the patient ما عنده increase intracranial pressure. طيب كيف؟ symptoms by the symptoms headache increase intracranial pressure headache nerve vision projectile without insipid. طيب لو عنده يعني بعض السيمتوم بس قال لك عندي headache هلا عشان نتأكد فيرزر نعمل ايه؟ انه عنده انكريز انتراكرين انتراكرين ولا ما عنده؟ سين مراي لا ما يبقى راي تحول الى ناس الاوفسالمولوجي يشوفوا هل في بابيلوزيما او اوكي لو ما في بابيلوزيما يقام بروسيد حاول عندك لو في بابيلوزيما معناها انكريز
intracranial pressure. The fault is contraindicated. يعني it is very serious. Intubation عنده increase intracranial pressure تعمل له lumbar puncture. Okay. طيب شنو الأزر contraindication غير ال increase intracranial pressure؟ في cellulitis. Infection, bleeding, hypersensitivity reaction to anesthesia. Cardiac arrest. يعطيك العافية دكتور.